إذا كان هناك خطأ فغير مقصود بالمرة، إحنا ما يعني ما نقصدش أي خطأ في حق الأشقاء هنا في المغرب. قناة الأهلي عملت برومو عن برنامج اللي هنا للأهلي في المغرب، استدعت الخريطة حضرتك عن طريق جوجل، طبعا عن طريق الإنترنت، هو ده الوسيلة الوحيدة اللي موجودة بالنسبة لنا. ممكن يكون فيها خطأ طبعا، بس الخطأ غير مقصود. إحنا دايما بنقول في وسائل الإعلام وهنكرر وهنأكد، النادي الأهلي شارك قبل كده في كأس العالم للأندية 4 مرات في اليابان، لكن المرة الخامسة بالنسبة لنا هنا في المغرب ليها مذاق مختلف، لأنها بتقام وسط أشقائنا وسط أحبائنا وإخواتنا هنا في المغرب. بالعكس إحنا سعداء جدا إحنا موجودين هنا في المغرب، هنلقى مساندة وهنلقى مساعدة من كل إخواتنا وأشقائنا في المغرب ومن كل الجماهير المغربية بمختلف انتماءاتنا. إحنا بنكرر ونأكد إن إحنا الموضوع ده غير مقصود بالمرة، وتم تداركه طبعا، واخد بال حضرتك لما حد لفت نظرنا تم تداركه مباشرة، وتم إزالة هذه الخريطة واستبدلناها بعلم المغرب الشقيق اللي إحنا سعداء بوجود وسطهم النهاردة. وبنأكد دايما وبنأكد للمرة المليون هذا الخطأ غير مقصود بالمرة على الإطلاق. إخواتنا وأحبائنا في المغرب إحنا منتظرين يساندونا ويساعدونا، وإحنا سعداء جدا بالمشاركة في المرة الخامسة علشان إحنا هنا موجود على أرض عربي شقيق يعني.